الثوار في إيران الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهز الخميني وهو في فرنسا احتقان الشعب في إيران وتذمره من نظام الشاه، حيث بدأت ثورته، فعاد بطائرة فرنسية ودعم فرنسي إلى إيران ليستغل هذه الثورة لصالح رفاقه من الملالي، واستطاع أن يقنع الإيرانيين بكونه مرشدا لهم وقائدا، فاستولى على البلاد ونشر رفاقه وأنصاره من الملالي في سائر أرجاء الدولة الإيرانية، ثم أحكم قبضته الاستبدادية الفاشية على الشعب الإيراني، وبدأ باستغلال طاقاته وإمكاناته وإمكانات إيران المالية من أجل تصدير الثورة إلى خارج إيران، وبدأ بصرف الأموال الطائلة والمليارات من قيمة النفط المصدر وغيره لتدمير دول المنطقة حول إيران، فكسب عداوة العرب لهذه الدولة، فأرسل الجنود والمرتزقة الطائفيين مما يسمى الحشد الشعبي وغيره إلى العراق وإلى سوريا، فدمر هاتين الدولتين وقتل الآلاف من شعبهما. وبالتالي هذا النظام الفاشي الديني في إيران يورد الدولة المهالك ويتسبب في دمار اقتصادها ودمار حياتها وحياة الشعب الإيراني. إن هذا النظام الفاشي الديني، الفاشية الدينية التي اخترعت ولاية الفقيه في إيران من أجل أن تجبر الناس وتجبي منهم الأموال الطائلة في مصالحها الخاصة، هذه الفاشية الدينية تشكل رأس الأفعى. ونرجو ونأمل من الشعب الإيراني اقتلاع هذه الفاشية الدينية من إيران، ولا ننسى السيدة مريم رجوي التي ترأس المجلس الوطني الإيراني والمنتخبة منه رئيسة للجمهورية، والتي عليها الاعتماد الكبير في من أجل إجراء التغيير الجذري في نظام الحكم في إيران والتحول من فاشية دينية إلى دولة ديمقراطية مدنية. أدعو الله أن ينصر هذه المقاومة الإيرانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.